يسعدنا ان احنا يكون معانا النهارده سيده من سيدات ريادات الاعمال، استاذه سلمى ابو النجا. هي صيدلانيه مظبوط. واخدت خط العمل الحر بمشروعها او فكرتها الجميله جدا تو جو. وانا عايزه بس اعرف امتى بدات الفكره وازاي بدات. والله هي قصة طويلة وأنا بحب قوي 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 أحكيها، لأنه أنا I'm very proud. هي it's my baby، يعني كأنه طفلي الصغير اللي أنا كبرته. الفكرة بدأت من زمان، بدأت أيام ما كنت بشتغل في الشغل في عمل خاص، بشتغل في شركة مالتي ناشونال، شركة عالمية، وطبعا بيتطلب الشغل فيها عدد ساعات كتير قوي. كنت بشتغل حوالي 13-14 ساعة. وقتها ما كنتش انا وزميلاتي، ما كانش طبعا بيبقى عندنا اي وقت ان احنا نروح بقى ناخد بالنا من نفسنا غير في الويكند، جمعة وسبت او بعد اوقات العمل. وده طبعا كانت مشكلة بتقابلني وبتقابل كل الستات اللي بيشتغلوا عدد ساعات كتير، او بيشتغلوا عامة، او حتى قاعدين في البيت وعندهم اطفال، ان هم مش قادرين يعملوا حاجة. يعني احنا بنقول اي بي سي بتاعت الستات ان هم بيحتاجوها. فضلت عندي الفكرة دي وما كنتش عارفة أوجهها إزاي، الاحتياج ده في السوق ومش عارفة أقدر أوجهه إزاي. بعد كده، بعد ما خلصت أو استقلت من عملي الخاص، سافرت عملت زي شهادة في هارفارد، في جامعة هارفارد، ليها علاقة بإزاي الواحد ممكن يبني بيزنس من opportunity أو ترند موجود في السوق. هي جرأة طبعا ان انتي تسيبي شغلك اللي انتي مستقرة فيه واللي انتي يعني خلاص اخدتي عليه وعملتي فيه خبرة وعملتي فيه بوست وعملتي مكانة فيه. مش اي حد يقدر ياخد القرار ده. ازاي قدرتي تاخدي القرار ده؟ ده حقيقي، بس هتلاقي حاجة كومن في كل رواد الأعمال إن هم they are risk takers. فأنا زي ما حضرتك عرفتيني في الأول، أنا كنت صيدلانية، وفي الصيدلة قررت يعني يوم ما اتخرجت، طبعا اشتغلت الخمس سنين بتوع صيدلة أكيد في الصيدلة في مجال الصيدلة، وبعد كده قررت إن أنا عايزة إن أنا الباشن بتاعي هو البيزنس. وبعد كده قعدت سبع سنين بشتغل في شركات خاصة مالتي ناشونال. بعد كده حسيت إنه أنا ممكن أكون لسه طموحي أكبر من أنا أكون بشتغل في شركة، عشان كده رحت وسافرت وعملت الشهادة دي، ورجعت لقيت ان انا النيد لسه عندي بتاع ان الستات they're not being empowered. وناس كتيرة بتشوف الفكرة بتاعة تواتو ان هي بتخلي الستات شكلها حلو، بس هي فعلا it's empowering الستات. الست اللي بتشتغل عدد ساعات كتير والام اللي قاعدة في البيت مع التلات عيال دي، كل واحدة فيهم من جواها نفسها يبقى شكلها حلو، بس ممكن ما تبقاش قادرة ان هي او ما عندهاش الوقت ومش قادرة تركب العربية وتسوق وتركن وتودي العيلة عند مامتها. هو الموضوع مش ملوش علاقة قوي بالشكل قد ما له علاقة بالاهتمام او والنفسية. الاهتمام ان الست تهتم بنفسها او يبقى في وقت معين ليها هي مظبوط. بس، ما فيش لولادها في مكان او مظبوط. لزوجها او لعائلتها، يعني مكان يعني وقت تكون هي فعلا هي ونفسها وبس. مظبوط. فالموضوع مش الشكل قوي خالص. قد ما هو يعني كيفية اهتمامها بنفسها واعطائها لنفسها فرصة للتنفس ده حقيقي. من الروتين اليومي الممل. ده حقيقي، ودي لقيناها في الابحاث اللي احنا عملناها، انه ودي زادت كمان وقت الكوفيد، انه فعلا الستات دي بتبقى متنفس ليها صغير قوي. فاحنا البيزنس بتاعنا مش بيزد على ان هي عايزه شكلها حلو اكتر من ان هو بيزد على ان هي نفسيا عايزه ان هي تحس بنفسها اكتر، تحس انها ست جميله او مهتمه بنفسها. فتواتو جو عملت الامباورمنت ده للستات، ان هي قدرت تمكن الست ان انا لا خلاص، انت قاعده بالتلات عيال في البيت وراكي طبيخ، احنا هنجيلك لغايه البيت. فانت قاعده بتتفرجي على عيالك، ولا هتضطري توديهم لمامتك ولا هتوديهم لحماتك، انت قاعده واحنا جايين لك في البيت. قاعده بتشتغلي اللابتوب على رجلك، بتخلصي البرزنتيشن اللي وراكي والاكسل شيتس اللي وراكي واحنا جايين لك البيت. فهي بقى جت من هنا فكره بتاعه تواتو جو. هي فكره جديده كمان على المجتمع المصري، يعني ده هي فكره تعتبر جديده مش ما بنشوفهاش كتير في مصر. فيعني الريسك اللي انت خدتيه ده ان انت تعملي حاجه مختلفه وتسيبي شغلك وتعملي كمان حاجة مش موجودة في الكالتشر بتاعتنا، فهل ما حسيتيش ان انتي خايفة تقدمي على العمل الحر وتحطي فيه كل مجهودك وكل الدعم المالي والغير المالي؟ الحقيقة لا، انا بطبعي مش خوافه، وبطبعي يعني زي ما بيقولوا كده هنط في البحر وهتعلم هتعلم العوم لما نط في البحر. وده اللي حصل، ان انا لا اخدت الريسك ودخلت فيه بكل قلبي. وزي ما قالوا النهارده كذا مره في الايفنت، ان هما انت اول ما بتبداي عملك الحر، خصوصا وانت ست وخصوصا واحنا في مصر، هتلاقي ناس كتيره جدا زي ما قلتي، ايه ده هتسيبي البوزيشن بتاعك في المالتي ناشونال، ايه ده هتسيبي المرتب اللي داخل لك كل شهر، ايه ده هتنزلي شغل وتعملي رياده اعمال، طب بيتك، طب عيالك،
بالك، طب مش عارف ايه، يعني بيبقوا الناس اللي بيحاولوا يهدموكي اكتر بكتير اكتر بكتير بكتير من اللي بيشجعوكي. ولكن الجروب اللي بيشجعك اللي هو جروب صغير هو ده اللي بيديكي الدعم النفسي ان انت تقدري تنزلي وتاخدي الريسك وتكبري الشغل ده. طيب حضرتك شايفة ان تواتجو عمل اثره المنشود منه او اللي انت كنت تطمحي ليه، ولا لسه ناقصه شوية حاجات؟ لا لسه ناقصه شوية حاجات طبعا. اللي انا وصلته النهاردة الف حمد وشكر عليه طبعا، بس اي حد رائد اعمال هقولك هو مجنون، وهو طموحه ان هو انا لو وصلت الالاف عايزة اوصل لملايين، ولو وصلت الملايين عايزة اخرج برا مصر، ولو وصلت برا مصر عايزة اوصل للعالمية. فلو قلتلك ان انا وصلت للي انا عايزاه بقى واحدة مش طموحة، فانا لا طموحي اكبر بكتير من اللي انا وصلت له النهاردة. طب تفتكري يعني هو تواتجو ناقصه ايه؟ ايه اللي ناقصه علشان يبقى اكثر فاعليه واكثر اثرا في السوق او في الكاستمرز اللي هو بيخدمهم؟ احنا دلوقتي as a proposition يعني as a concept مش ناقصنا حاجه، as a شركه ناقصنا لسه طبعا access to funding زي ما كنا بنتكلم فوق. الاكسس تو funding ده اللي هو ان احنا نقدر نوصل لمستثمرين يقدروا يدعموا الشركات اللي هي women led startups، ما يلاقوش ان هم يحطوا investments مع ستات، ما يلاقوش ان هم يحطوا investment مع امهات، لان دي حاجه احنا لسه مشكله بنقابلها طبعا لسه في مجتمعنا. فانا I would say ان احنا as a يعني as a service احنا مش ناقصنا حاجه، بس as a company طبعا ناقصنا access to funding ده اكيد. طيب هو تواتجو بيقدم ايه بالظبط؟ يعني ايه الخدمات اللي بيقدمها للمراه المصريه عموما؟ عناوين يعني عامه. طيب تواتجو بيقدم للمرأة كل احتياجاتها، البيوتي نيدز بتاعتها، عايز تعمل شعرها، عايز تعمل ضوافرها، لو عروسة كل الاحتياجات التجميلية، وزاد عليها ان احنا عندنا الاحتياجات التجميلية كمان بتاعت الاطفال، يعني لو هي كمان محتاجة ولادها يقصوا شعرهم يعملوا اي حاجة برضو هنروح لهم. بيقدم لها طبعا تيم very sanitized يعني following جدا كل التعليمات بتاعت الكورونا، وعشان كده احنا وقت الكورونا كان علينا اقبال ان احنا التيم كله بقى سانيتايز، لابس الماسكس، واخد كل الاجراءات الاحترازيه. فهو ده اللي احنا بنقدمه للمراه. احنا بنتمنى لك كل التوفيق ومزيد من التوفيق. مرسي. والف شكر لوقتك ومتشكرين جدا، ويعني ارق امنياتنا ليكي بانك تستكملي يعني اكتر واكتر مشروعك بيكبر ويتعدى مصر. مرسي. والوطن العربي. مرسي. ثانك يو. شكرا. الف شكر. مرسي. ثانك يو. شكرا.